لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فما زلنا في الفصل الأول من كتاب هذه مفاهيمنا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله ردا على علو المالكي فيما ادعى من مفاهيم، ادعى أنها تحتاج إلى تصحيح من ما ادعى أن السلفيين أو الوهابيين أو غيرهم كما يحلو لهؤلاء أن يصفوهم يتشددون في يعني القول بعدم مشروعية التوسل بجاه أو ذات الصالحين. طبعا ربما احنا خلاص يعني كل مرة بنعيد التأكيد على أنهم لا يقفون عند هذا الحد، وأن احنا بسرعة جدا بنفاجأ أنه بعد ما بيقرر التوسل بيقول، ويعني الصور اللي هي دعاء صريح وسؤال وطلب صريح من غير الله تبارك وتعالى، يقول أنزلوها منزلة التوسل. فالأول بيقول لنا أنزلوا التوسل البدعي غير المشروع الذي تركه الصحابة رضي الله عنهم يعني وعدلوا عنه إلى غيره، ولنجعلوه مثله مثل المشروع. يعني كيف والأمة تعمدت تركه، ثم بعد ذلك يعني يا ليتهم يقفون عند هذا الحد. ولذلك ذكرنا مرارا حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، يعتبر يعني هو من الأدلة الأم في هذا الباب. ليه؟ لأنه أولا من جهة الثبوت هو في غاية الصحة، من جهة الدلالة فيه أن هذا إجماع من الصحابة وفي جمع منهم أنهم ذكروا ما كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإن هذا كما وإن كان ليس مصرحا به إلا أنه في حكم المصرح به إن لم يكن أكثر، أن مش معقول حد يبقى في حاجة وفي ضيق ويقول كان عندي علاج ناجع كنت أفعله، وهو أننا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هو مازال هذا التوسل متاح وأمامه ونصب عينه، وبعدين يقول احنا الآن هنعدل عن هذا إلى أقرب الأمور به شبها، وهو أننا نتوسل بأحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ختمنا المرة اللي فاتت بأن علو الملكي قال لنا اللي يتوهم أنه كان الكلام ده من الصحابة عدول منهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني عنده من الأوهام والأسقام والكلام المزجوع ده اللي بيعمل بيه إرهاب فكري. طيب خلاص دعك من هذه الأوهام وهذه الأسقام وفسر لنا يا أيها المالكي، فسر لنا سلوك الصحابة رضي الله عنهم. فوجئنا أنه بيقول لنا وإنما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن أن يكون إيه التوسل بالفرع جيد ومشروع وحسن والأصل ليس كذلك؟ طيب يعني اسأل نفسك هذا السؤال، وإما أن أنت يعني يكون بناء على هذا هو يتهم الصحابة رضي الله عنهم بالتناقض، وإما أنه هو نفسه مش فاهم أنك التوسل بالأصل لما كان حيا كان يتم التوسل بدعائه، كما صح ذلك في قصص كثيرة يعني إيه طلب فيها الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وفي الاستسقاء بوجه خاص، وإنه يبقى المعنى الوحيد المتسق أن التوسل كان يتم بالأصل كما قال هو أي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا يكون عدولهم إلى الفرع مع تذكرهم للأصل ومع شدة حاجتهم إنه هذا التوسل بالأصل لم يكن ممكنا إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. طبعا لو قلنا جاهه أو منزلته
يبقى فعلا شيء عجيب ومستنكر انك انت تقول انها تأثرت بوفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى هو اللي عنده مشكلة برضه اللي بيقول ان الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا ما حكوه عن هذا الذي كان لو كانوا يعنون به الجاه أو المنزلة فلا شك إنه هو لا يتأثر أو لم يتأثر بوفاته صلى الله عليه وسلم. ويبقى إذن اللي يقول كده هو المتناقض وهو المضطرب وهو اللي بيرمي الصحابة رضي الله عنهم بالتناقض والاضطراب. ولذلك احنا يعني اللي كان محور الكلام إثبات إن هو ده الثابت الصحيح وإن كل ما فيه غير ذلك كان يعني غير صحيح من جهة السند، إن جهم لبعض الروايات فيها ضعف وحاولوا يطعنوا بها على الرواية الصحيحة أو الواضحة الدلالة ظاهرة الدلالة جدا في حديث استسقاء عمر بن عباس، واللي قلنا تكرر بعد ذلك أيضا في استسقاء معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود إلى غير ذلك. طيب عندنا طائفة من الأدلة فيها أدعية بيقولوا ده توسل بأنها تفيد التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم أو غير ذلك. طيب هذه الأدلة ضعيفة، يبقى احنا لنا زي ما مشينا برضو ان احنا معظم الأدلة التي يحتجون بها ضعيفة السند، او طبعا عادة دايما عادة اهل الباطل ان هو يعني اما بيستدل بأحاديث ضعيفة وفيها دلالة فعلا لو صحت وحيث انها لم تصح فلا مجال للكلام على انها تفيد الدلالة ام لا، واما ان هو بيأتي لأحاديث صحيحة ينتزع منها دلالة غير لا تكون فيها دلالة على ما يدعي، كما يدعي بعضهم ان حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عن الصحابة اجمعين فيه دلالة على التوسل بجاه الصالحين او بذواتهم بناء على ان عمر رضي الله عنه توسل بالعباس، ده اللي قاله للمالك، وبيقول لك وطبعا من باب اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يبقى في توسل بالفرع والاصل، لا نقول له ما هو انت لو فهمت الكلام يتعين عليك ان تحمل التوسل سواء اللي ذكره الصحابه رضي الله عنه ذكره عمر رضي الله عنه عن انهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم او اللي هو كان يفعله فعليا وقت ما قال الكلام ده انه يتوسل بالعباس رضي الله عنه انه يتوسل بالدعاء ويفسره انه قال قم يا عباس فصل، يعني بعد الكلام ده كله يعني الحديث مش انه مجمل جاء تفسيره من في موطن اخر، بل تفسيره جاء في نفس القصة. طيب بنقول عندنا احاديث تانية هي ضعيفة وعلى فرض صحتها كنا سنقول بأنها تفيد مشروعية دعاء معين أو غير ذلك، ومع هذا ده احنا لو تنزلنا معاهم وقلنا أنها أحاديث صحيحة مش هتفيد القاعدة الكلية اللي هم عايزين يقرروها أنه يشرع التوسل بجاه أو ذات الصالحين. قلنا الأحاديث اللي فيها تعرضنا للنوع من هذه الأحاديث، الأحاديث اللي فيها أن لله ملائكة سياحون في الأرض وأنه إذا يعني أضل أحدكم ناقته أو غير ذلك فليقل يا أهل الله أغيثوني. طيب الأحاديث دي ضعيفة وبالتالي نحن لا نقول لا نستنبط منها دلالة، يعني إذا سئلنا الآن هل يشرع الإنسان إذا كان في صحراء أو في غير ذلك وفقد متاعه أي حاجة أن يقول يا أهل الله أغيثوني ويعني بذلك ملائكة خلقهم الله ووظفهم في هذا، نقول لا يشرع. ليه؟
عشان الحديث بذلك لا تصح. طب لو افترض انها صحت او لو تنزلنا في المناقشة وقلنا انها تصح، اذا من اعتقد صحتها، ولو افترضنا ان في تقليد سائغ يخليه يعتقد صحتها، من اعتقد صحتها يبقى وحيقول يا اهل الله اغيثون، بناء على انه يستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه ويشرع له ان يستغيث به. ما احنا عندنا حاجتين، ان يكون ابتداء ما بتنسبش لمخلوق سمع واسع للاصوات، هذا علم الله تبارك وتعالى، وكل علوم البشر محدود. اللي يجي بقى يقول ما نسبش المخلوق انه يسمع من يناديه في اي مكان، فضلا يكون المخلوق ده ميت لو حتى لو حي. فيبقى ابتداء اللي هيجي يقول والله الحديث صح عندي، قال له طب خد بالك لو انت هتطبق هذا الحديث وتستغيث بهؤلاء وتقول يا اهل الله اغيثوني، فلازم يكون انت في وجدانك انك كما تقول لاخيك ناولني شربة ماء، انت هنا طلبت من المخلوق ما يقدر عليه مع توكل القلب واعتماده على الله تبارك وتعالى. طيب يبقى ده ايه الذي يشرع في الاستغاثة او الطلب من المخلوقين، ان اطلب من المخلوق ما يقدر عليه، ما هو داخل في قدرته مع توكل القلب على الله تبارك وتعالى. طيب اذا كان المخلوق ليس امامي مخلوق، واحد واقع في حفرة وبيقول اغيثوني، هو ما زال برضو انه بينادي، يعني احنا نقول حد واقع في حفرة تحت انقاض اي حاجة وهو بينادي رجاء ان يسمعه بعض المخلوقين اللي معديين او اللي جايين ينقذوا او بتوعل، برضو ده داخل ان هو استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مع اني مش بكلم مخلوق معين، لكن غلب على ظني ان هذا الصوت قد يطرق اذن مخلوق. فاذا انا في النهاية ده داخل في الاخذ بالاسباب والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولازم برضو نقول مع توكل القلب على الله تبارك وتعالى. طب انا بقى في صحراء يعني ومش في حفرة ولا حاجة، وشايف يعني من عن يميني وعن شمالي ومن امامي ومن خلفي مد البصر لا يوجد مخلوق، هقول لمين يا خلق الله اغيثونا؟ يعني ساعة ايه يكتبوا كلام على الرملة كده رجاء طائرة استطلاع ولا اي حاجة تشوفهم العبرة، انت فعلا يعني بكل كلام مفيش مشكلة، العبرة انت بالفعل يغلب على ظنك ان صوتك او كتابتك او تكتب حاجة وترميها في زجاجة، لو انت في يعني مثلا حد في ورطة في جزيرة منعزلة في البحر، طالما انك في الاخر بتاخد بسبب مشروع بسبب يعني واقعي وموجود، يبقى ومع توكل القلب مع الله تبارك وتعالى، والامر ده داخل في قدرة البشر بصفة عامة، وانت بتطلب من مخلوق بعينه انه يعمله لك، او حتى بتحاول توصل طلبك للي يسمعه، كل ده ما فيهوش ايه مشكلة. لكن المشكلة هو لما يبقى الصحراء بقى واسعة كده حواليك وحد بيقول، لانه عنده قناعة ان الشيخ بتاعه بيسمعه حتى هو قاعد في الايه في الزاوية بتاعته، وانه هيبعت له حد، او يكون بيقول كده بنية الاستغاثة بالجن، يعني يكون بينه وبينهم ان هو بقى بيروح لهؤلاء القوم وبيتقرب اليهم بما يطلبونه من انواع العبادة، بحيث انه لما يقع في ورطة ينادي عليهم، كل ده يبقى يدخل في غير الايه في غير المشروع. لو صح الحديث بان هناك ملائكة وكلهم الله عز وجل ان يغيثوا من يستغيث بهم، كنا هنعمل الكلام ده، ومش هنقول ان ده توسل بجاه او بذات احد، ده كنا هنقول ان ده طلب من مخلوق ما يقدر عليه. طب ما نعمله من غير الحديث، ما كده كده في ملائكة وكده كده في جن، نقول لهم لا، هو من غير الحديث لو ما فيش امامي ما يغلب على ظني ان حد يسمع، هذا العمل هيدخلني في مشكلة ان انا غير مشروع لي ان اخاطب الجن، والا هو باب الكهانة هو منهي عنه، لانه يعني مع اننا نعلم ان الكاهن ممكن يخبر عن مكان الشيء المسروق، ولكن هذا امر غير مشروع
يبقى إذن هل هو متصور أن يقع؟ متصور أن يقع. طبعا ناهيك أنه أحيان كثيرة أو في معظم الأحيان بيقع نظير صرف عبادة من الكاهن لهذا الجن، ده هيبقى شرك من هذا الباب، لكن مجرد أن أنا هذا سبب قد حرمه الشر. يبقى إذن الحديث اللي فيها أنه لما أبقى في مكان صحراء لو احتجت أقول يا عباد الله أغيثوني، إذا صحت كنا هنقول بيها، وما كانش هيستفاد منها التوسل بالجاه أو بالذات، ولكن كان سيبقى دلالتها أن هذا استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ما هوش توسل أصلا، ما هوش دعاء لله تبارك وتعالى من أجل منزلة فلان، يبقى هو ما هوش داخل في التوسل، وهو داخل في الاستغاثة، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وبصورة مشروعة. وحيث أن هذا الحديث لا يصح يبقى مش هنعمله، لأنه هيبقى توسل بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولكن بصورة نهى عنها الشرع عندما نهى عن الكهانة، ومع فتح ومع ما فيه من ذريعة الاستعانة بالجن، ومن ثم هم ما فيش حد بيعمل حاجة بلا مقابل، والجن هيعوز منك ايه الا ان تصرف له انواع العبادة ان لم يطلبها اليوم فسيطلبها يعني بعد ذلك. طيب عندنا كل كلام ده مر بنا يعني بفضل الله تعالى، نفس الامر اللي قلناه بقى في احاديث يا عباد الله اغيثوني هنقوله في مجموعة احاديث فيها اللهم إني أسألك بحق الأنبياء أو بحق السائلين أو كذا أو كذا. نقول طيب هو الحديث ده صح ولا لم يصح؟ لم يصح. طب إذا صح كنا هنقول ده دعاء مأثور، وكنا ساعتها هنقول الصحابة لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قبره عندهم، ولم يتوسلوا بجاهه، يبقى ساعتها وكلمة حق السائلين كلمة محتملة المعاني، ده بقى الايه بنحمل المتشابه على المحكم، فنقوم حينئذ نفسرها بالمعنى اللي يتفق مع بقية النصوص، ونقول حق السائلين على الله أن يجيبهم، يبقى احنا بنتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. يبقى لو كان قد صح حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين، كنا ساعتها حنقول ده دعاء مأثور ويشرع أن احنا نقوله، ولما نقوله ساعتها حنقول هو بالضبط كما لو قلنا اللهم إنا نسألك بأنك تجيب المضطر إذا دعاه. إذا يبقى دوت إيه نوع من التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وحيث أنه لم يصح، وحيث أن الـ 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 أهل البدع بيقولوا هذا الدعاء بنية ان حق السائلين هو جاههم، ومن ثم يستعملونه في التوسل بالجاه، نحن لن نقوله من جهة انه غير ثابت، وطالما غير ثابت يبقاش دعاء مأثور، بل ولا يعني طب اقول لك خلاص مش دعاء مأثور، لو كان معناه صحيح يبقى ممكن تقوله مرة او بعد مرة نقول، ولا كمان هنقوله سدا للذريعة، لان احنا عارفين ان اللي بيقولوه بهذه النية، لكن نقول لهم يعني حتى البحث هيبقى بحث حديثي في ان هذه الحديث لا تصح، وحنقول لهم وعلى فرض ثبوتها لو صحت لأفادت مشروعية هذا الدعاء، ولكن سيكون في الآخر هو نوع من التوسل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، وبالتالي مش هيدخل في الباب اللي انتوا عايزين تدخلوه فيه انه نعتبروه توسل الله تبارك تعالى بذات فلان او بجاه فلان. يبقى حق فلان ما ينفعش يبقى جاه فلان، ولو كان الجاه ينفع يتوسل به كان عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون كلهم كانوا توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا. يبقى لما يجي لي الحديث ده هو ضعيف وعلى فرض صحته، هنقول حق السائلين على الله أن يجيبهم سبحانه وتعالى. لذلك بيقول لنا الشيخ ده خلاصة الايه المبحث اللي جاي أو اللي احنا واقفين عنده،
بيقول لنا الشيخ صالح علي الشيخ قال المالكي في صفحة 65 من كتابه معنونا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بحقه وحق الأنبياء والصالحين. ده العنوان اللي هو حطه، جاب تحت منه ايه، ثم استدل بحديث يعني أظن قوله زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبر فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه وعنه، وفيه اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. قال المالكي رواه الطبراني في الكبير والأوسط في روح ابن صلاح والثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية الرجال والرجال الصحيح يقول كذا بمجمع الزوائد. ورواه الطبراني في الأوسط والكبير بسند جيد، ورواه ابن حبان والحاكم وصححوا عن أنس، ورواه ابن أبي شيبة عن جابر وابن عبد البر عن ابن عباس. طبعا يعني ايه حاجات لا مش ما ينفعش تطلع عن اهل العلم ان اجي الكتب اللي هي كتب الفروع الاخرى اللي ما بي المؤلف مش بيقول الحديث بسندي وسميه رواه. هو ابن عبد البر ما قالش الحديث بسندي كما سياتي، يبقى ما ونحو ذلك. واضح ايه كما يقول لنا الشيخ صالح علي الشيخ ان هو يعني بيحاول بس يوهمنا ان الحديث موجود في كتب كتير وان علماء كتير صححوه، والعبارة فيها يعني انه ممكن يقول عن بعضهم صححوا وضعفوا في نفس الوقت. يقول واختلف فيه في روح ابن صلاح احد رواته، لكن ابن حبان ذكره في الثقات، قال وقال الحاكم ثقة مأمون، وكلا الحافظين صحح الحديث، وهكذا الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه كذلك ابن عبد البر عن ابن عباس وابن ابي شيبه عن جابر، واخرجه الديلمي وابو نعيم، فطرقه يشد بعضها بعضا بقوه وتحقيق. يقول لنا الشيخ صالح علي الشيخ هذا كلام صاحب المفاهيم بحروفه، اطلت الكتاب بنقله ليتبين لمن طلع كلامه امور. الاول قله معرفتي بالتخريج واصوله. الثاني تناقضه في حديث واحد وفي اسطر متقاربه في مواضع منها، أنه نقل عن الهيثمي أول كلامه ما يفيد أنه ضعف الحديث، ثم قال في آخره صححه الهيثمي، فكيف يزعم أنه صححه وإنما قال عن روح وفيه ضعف، قاله بعد السياق من وثقه مستدركا عليهم. ثم قوله رجاله رجال الصحيح إنما تفيد لو كانوا كلهم رجال الصحيح أن رواته ثقات، ولا دخل للحكم على الإسناد بالصحة، فكيف بتصحيح الحديث؟ دي رجال ورجال الصحيح، ده جزء من شروط الصحة في الإسناد. ليه؟ لأن رجال ورجال الصحيح قد يكون فيهم مدلس، فضل شرط الاتصال. الرجال المذكورين في السند قدامي كلهم رجال الصحيح أو كلهم ثقات، ده دول المذكورين قدامي. لكن هل معنى هذا إن هذا السند متصل، ولا مع إن رجال موثقون أو رجال ورجال الصحيح؟ يعني طبعا موثقون على الأقل يعني، وإلا الأعلى إنه يكون من الرجال الصحيح مثلا، ولكن في سقط لسبب أو الآخر، سواء لا سيما في صور التدليس. طب وبعد ما الإسناد يعني حتى لو قلنا ان احنا استوفينا شروط الصحة في الاسناد، اين شروط الصحة في المتن؟ اين نفي الشذوذ والعلة في الاسناد وفي المتن معا؟ قال ومنها انه قال بسند جيد، ثم ذكر صحته من الطرق نفسها التي قال ان اسنادها جيد، ومنها قوله اخرجه الديلمي وابو نعيم، وانما اخرجها من طريق روح ليلبس وليوهم كثرة الطرق،
الثالث تكرار الرواية تكراره لرواية ابن أبي شيبة وابن عبد البر مرتين وما أدري لما، ولكن يريد تطويلا، وعبارته في هذا الحديث مختلة مضطربة متكررة العبارات، ليست مستقيمة كما هو الظاهر لمن قرأها فضلا عن من تأملها، فكيف لم ينبه عليها الذين قرضوا كتابه من بعض من على طريقته ممن مدحوا هذا الكتاب. طيب ده بابتداء بيقول لنا الراجل متناقض ومضطرب في يعني عزوه مين من العلماء، او العلماء قالوا ايه في هذا الحديث. الشيخ صالح بقى بيقول لنا الحديث حديث انس المذكور اخرجه الطبراني في الاوسط وفي المعجم الكبير وابو نعيم في الحلية من طريق روح ابن صلاح، حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الاحول عن انس، وفي هذا الاسناد روح ابن صلاح ضعفه الدارقطني. قال الذهبي الدارقطني لا يضعف الا من لا طب فيه، يعني بعض العلماء. الدارقطني طبعا امام كبير متقن، لكن العلماء لهم عليه مآخذ في تساهله في التوثيق، ومن ثم يبقى اللي ضعف الدارقطني ده ضعيف، يعني ايه زي ابن حبان، زي يبقى ده ضعيف يعني بشكل كبير جدا، لان انت بتتكلم اذا ضعفوا حتى المتساهلون بالتوثيق يبقى يعني كيف يكون حاله. طبعا هو هنا الدارقطني ضعفه ابن حبان وثقه، طبعا يبقى ده كده ايه من الرواه اللي فيهم مأخذ كبير على ابن حبان، اللي هو كان بقى توثيقه لهم هو نوع من التساهل الشديد جدا. يقول اما توثيق ابن حبان فعلى قاعدتي في توثيق المجاهيل. نختصر الكلام شوية. يقول ومن كان يعني هذه حاله، من كان ضعيفا فلا يقبل حديثه مطلقا، فكيف إذا تفرد به؟ يبقى ده من الأسباب، يعني دايما لما بيجي حد ينفرد بحديث في طبقة ما، أو يبقى هو ينفرد عن باقي تلاميذ الشيخ الذي روى عنه، دايما الحاجات دي بيتعامل معها علماء الحديث بشيء من الحيطة والحذر. فلما نجد المنفرد ده مخلط مثلا، لما نجده سيء الحفظ، لما نجده طبعا فضلا ان نجده متهم في ديني، يبقى كده درجة الشك فيه يعني انه حصل عنده خلل في النقل كبيرة. طبعا الشيخ صالح بيستدرك على قوله رواه ابن عبد البر عن ابن عباس، وابن عبد البر انما نقل عمن رواه، والخلاصه ان الحديث ضعيف. طيب وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل وقرره أيضا العلامة الألباني رحمه الله في كتاب التوسل أنواعه وأحكامه، وذكر الشيخ ابن تيمية في الكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، هذه الأحاديث لو صحت كنا يعني حمل يعني كنا صححناها وعملنا بها، ولكن لم نكن لنأخذ منها قاعدة التوسل بالذات أو بالجه.
وبعدين بينتقل الى حديث من نفس النوعية، يعني نفس يقول قال صاحب المفاهيم في صفحة 66 إلى 67، وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قال حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. طبعا لا برضو الحديث أو القصة دي ضعيفة، لكن لو جيت تمشي معاها كده تلاقيها حج عليهم إذا فرضنا صحتها. يعني إذا أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القصة دي ما بتقولش ان عمر رضي الله عنه قال اللهم بحق نبيك او بجاه نبيك ولا الصحابة ولا نحو ذلك، لكن القصة لو افترضنا صحتها يبقى هم اتأخروا في صلاة الاستسقاء، يبقى دي غير القصة اللي فيها ان عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، والا هي القصة ضعيفة، لكن انت لو عايز تتجارى معه. ورجل من عامة القوم لا علم له، وإلا فأهل العلم هم عمر رضي الله عنه ومعه عثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين رضي الله عنه، هو ده راح واضح أنه أمر غير معتاد وغير شائع وأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. برضو لما أتى القبر هنا طبعا فيه مخاطبة الميت بما لا يشرع، ما حدش يعني أو نحو ذلك، لكن في النهاية اللي فيه لو تجارينا مع القصة انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلبه هذا الرجل، كل ده على فرض ايه صحة القصة. القصة بتقول لنا ايه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يبقى الراجل راح قال له يا رسول الله استسقي لأمتك، كل ده على فرض صحة القصة واحنا بنقراها كده بس بنحاول نفككها، وان الحل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وأمره أن يأمر عمر رضي الله عنه بالمشروع. إيه المشروع؟ صلاة الاستسقاء والدعاء، والدعاء نتوسل فيه إذا كان معانا حد حي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نخلي الإمام يعني نخلي يكون هو أو نحو ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه في الواقعة الأخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذلك الرجل على فرض صحة الرواية كما ذكرنا، فقال له ائتي عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون. يبقى جالوا بالبشرة، بس قالوا البشرة دي إيه؟ بلغها لعمر وقل له عليك بالكيس الكيس، يعني كأن هو بشره وقال له بس هو في حاجة ناقصة وهي في ايد عمر رضي الله عنه، كيف غفل عنها؟ ده معنى الكلام. طيب يبقى ده اللي هما بيحتجوا بيه، بقولك لو احتجنا بيه ومشينا معه على اخره يبقى ما الصحابة ما قالوش ما توسلوش بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذات، ده راجل راح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه، ده جاله في المنام بشره وقال له في حاجة ناقصة خلي عمر يعملها روح. فأتى الرجل فأخبر عمر فقال يا ربي لا أهل إلا ما عجزت عنه، يعني عمر رضي الله عنه كأنه يعني بيقول ما هو الشيء الناقص اللي أنا ما عملتوش، لا فيش غير بقى الأمور المعجوزة عنها يعني ونحو ذلك. بيقول لنا صاحب المفاهيم وهذا إسناد صحيح، كذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في حوالي في عام 18 أي من الهجر.
يقول الشيخ الصالح انتهى كلام صاحب المفاهيم. وأقول الكلام هنا في مبحثين. الأول الحافظ ابن كثير قبل ساق قبل رواية البيهقي، يبقى الرواية اللي اختارها المالكي اختار رواية البيهقي. طيب وقال لنا انه نقلها منين؟ من الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فالشيخ صالح بيقول لنا طب ما هو ليه ما نقلش او لم ينتبه ان ابن كثير ساق رواية اخرى فيها ايه بقى؟ ما هي فيها ده فيها اصل فيها شرح وتوضيح الرجل كل ده على فرض صحة القصة. الراجل راح للقبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مبشرا في منامه، بس قال له روح قول لعمر الكلام ده. الكيس يعني لم تفعل كل ما بيدك. فالرواية رواية البيهقي ان عمر رضي الله عنه مستغرب ان هو فعل كل ما في يده فيما يظن، لكن في رواية فيها زيادة. فقال ايه فيها؟ ان عمر رضي الله عنه صعد المنبر فقال للناس انشدكم الله الذي هداكم للاسلام، هل رأيتم مني شيئا تكرهون؟ فقال اللهم لا. وعم ذلك انت بتسأل ليه؟ فاخبرهم بقول المزني بلال بن الحارث ففطنوا ولم يفطن. يعني هو من ساعة الرواية دي بتقول لنا بقى ان الراجل لما رجع لعمر رضي الله عنه، عمر عمال يدور ايه ما هو الذي كان في وسعي ان افعله ولم افعله بحيث انه يأتيني الكلام. طبعا هذه الرؤية الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأنث بها ولا يعني يجزم بها. امتى نجزم بها؟ لو كان الرأي صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. احنا عندنا عشرات الحكايات للصوفية والغير الصوفية والبصيري وغير البصيري يقولون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبكلام مقطوع البطلان إن وافقهم عليه أو أثنى عليهم فيه. ده أكيد لا ينطبق عليهم حديث من رآني في المنام فقد رأى. طب لك يمكن هم بيكذبوا، وارد ما يكونوش بيكذبوا، بس هو رأى حد الشيطان تمثل في هيئة ما وقال له وجاءه في المنام وقال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته، وصورته دي تعرفها منين؟ يا بالرؤية يا بالوصف. هات كده انت يجيبوا لك واحد يوصفه لك، وبعدين يجيبوا لك واحد تاني يقول لك هل تجزم، يعني يأتيك أوصاف مكتوبة تقراها وبعدين يعرض عليك الشخص فيقول لك هل تجزم أن هذا الشخص الذي أمامك هو الشخص الذي وصف لك؟ ما فيش حد في الدنيا يقدر يقول أجزم. يبقى إذن الذي تعلم الشمائل المحمدية من وصف الكتب ثم جاءه في، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم جاءه في المنام من يقول له أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى في الاحتمال أن يكون هذا شيطان ادعى أنه رسول الله ولكن مش جاي في هيئته. الممنوع على الشيطان أن يأتي الناس في هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أنه رسول الله، دي ما يعرفش يعملها، لكن أن يأتي في هيئة أخرى ويقول أنا رسول الله بيعرف يعملها وحصلت كما ذكر. ومع هذا هو عمر رضي الله عنه قال هذا رجل مسلم، يعني اهتم لأمر المسلمين واهتم لمصابهم، يعني ليس كحال كثير من المسلمين الآن، نسأل العفو والعافية. وأنه يعني يغلب على الظن أن يكون رؤيته رؤية حق، ده برضو لو احنا كل ده على فرض صحة الحديث. وبالتالي لكن هو لم يفطن الى ايه الجزء اللي ناقصه. لما صعد المنبر وقال للناس انتوا شايفين مني حاجة، يعني انتوا شايفيني مقصر في حاجة، قالوا له لا. طب ليه؟ قال لهم والله هذا الرجل فجاءه النساء في المنام وبشروا اننا ايه بفضل الله عز وجل في سقيا، لكن
قال له قول له عمر، قال عمر رضي الله عنه الكيسر كيسر، قالوا انما استبطاك في الاستسقاء فاستسق بنا. يبقى هنا ايه فطنوا الى انه ايه الذي فات عمر رضي الله عنه في هذه القصه انه يفعله من الاخذ بالاسباب السقيا هو صلاه الاستسقاء. يقول وهذه الرواية اللي بدأ بها الحافظ ابن كثير مبينة أن قول نبي الله لعمر في الرواية الأخرى الرسالة اللي هو أرسلها له مع صاحب الرؤية، عهدي بك وفي العهد شديد العقد فالكيس الكيس يا عمر، يبقى إيه أنت في حاجة ناقصة أنت لم تنتبه إليه. وهو ما فصلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففطنوا ولم يفطن عمر مع أنه الملهم، لكن إيه يعني إن صحت الرواية يبقى بيقدر الله تبارك تعالى إن الإنسان يخطئ في اجتهاد ويصوب من هم أدنى منه منزلة، يفوت شيء ويذهل عن شيء، يعني قدر الله هذا يعني لكي لا يغلو أحد في أحد، مع ان عمر هو من هو. يبقى الرواية دي بتقول ده هو ما خدش باله من الاستسقاء ولا من الرسالة اللي فيها استبط ان هو يعني انما يبقى على يعني ان يأتي فضل الله عز وجل وغوفه ان المسلمين يستسقوا، وطلع قال للناس قولوا لي لو حد لقى حاجة ناقصة قالوا له الاستسقاء. نقول وهو ما فصلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففطن ولم يفطن عمر كما جاء صريحا، وهو إرشاده للاستسقاء. يقول في هذا سر لطيف، وهو أن قول القائل يا رسول الله استسقي لأمتك، ما هو القصة دي بقى فيها الرجل طلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال له روح قول لعمر، ده برضه على فرض صحتها، يبقى روح قول لعمر أنه فاته الاستسقاء الشرعي، فيقول ده يبقى دليل على أن ما قول القائل يا رسول الله استسقي الله لأمتك منكر جره تباطؤ عمر عن طلب السقيا وعدم الفزع إلى المشروع يجر إلى وجود غير المشروع. طبعا دي قاعدة عامة إن إيه التقصير في المشروع والناس محتاج، التقصير في العناية بالأعياد المشروعة تلاقي الناس اعتنت بالأعياد البدعية، والعكس بالعكس، العناية بالأعياد البدعية يقلل رغبة الناس في المشروع. هنا الناس في ضيق، وحتى يعني مبدأ أن يشعر أنه فوض أمره إلى ربه عز وجل في حد ذاته هو نوع من الاطمئنان للنفس. ده يتم بصلاة الاستسقاء، ما تمتش فالراجل قال طب ما عندنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، على كلام الشيخ صالح قال الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب الى طلبه ويجي له في المنام يقول له لا روح بس لعمر افعل كذا، الدليل ان هذا الطلب منكر، وان المنكر ده كان سببه ان الامه لم تفعل حينها المشروع، والا ما كانش حد عمل هذا. ولهذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة بقى اللي قال للرجل ده يبعتها لعمر رضي الله عنه، عهدي بك وفي العهد شديد العقد فالكيس الكيس. أقول هذا مع ضعف الرواية لأبين مقصد ابن كثير حين ساق الروايتين الضعيفتين. يعني ابن كثير بيقول يعني فهم الموضوع، ويعني على فرض انه هيتساهل في الإسناد هنا ويستأنس بها، يبقى استئناس الرئيسي كان بإيه؟ بإن لما يحصل جد نصلي استسقاء. يقول إذا تبين هذا علم فضل علم ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث جعل رواية البيهقي هي الثانية ورواية سيف المفصلة معنى الكيس، هي الرواية اللي أعجبها المالكي ونقلها عن ابن كثير، خد رواية البيهقي اللي ابن كثير يعني أوردها عن البيهقي وما فيهاش ان عمر
رضي الله عنه عمل يعني بحث ايه اللي ناقص عشان يعمل بيه، وانه اللي ناقص ده كان صلاة الاستسقاء الشرعية اللي ما فيهاش هذا التوسل البدعي. يقول: فتأمل هذا وتبين مقاصد الحفاظ في احكامهم. ويقال: تأخر عمر عن الاستسقاء وهو العبادة المشروعة، اي الاستسقاء التي يحبها الله، لما فيها من الذل بين يديه والانكسار له، وتوجه القلوب بصدق وإخلاص نحو ربها لكشف ضرها. إن تأخر عمر عن الاستغاثة المشروعة سبب هذا الأمر غير المشروع، ولذا لم يفعل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل هذا الرجل الذي جاء إلى قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، وهم إنما سقوا باستسقائهم المشروع اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وفق هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إن صحت هذه القصة للرجل في منامه، وإيه وقال له: ائت عمر وأمره إنه يفعل، إنه لم يتخذ كل التدابير. وعمر رضي الله عنه سأل الصحابة، والصحابة قالوا له: يبقى إذن هذا المنام محمول على إن أنت قصرت أو تواطأت في صلاة الاستسقاء. يقول: وهم إنما سقوا باستسقائهم لا بقول الرجل غير المشروع، فتنبه لهذا. التنبيه الثاني اللي بيذكره لنا الشيخ صالح الشيخ في حول هذه القصة، أن هذه الرواية التي ساقها الحافظ ابن كثير من رواية البيهقي في دلائل النبوة فيها علل يعلل بها المحدثون. الأولى: عنعنة الأعمش وهو مدلس، والمدلس لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه حدثنا وأخبرنا ونحوها، دون قوله عن أو أن، إذ احتمال أنه أخذه عن ضعيف يهيئ الحديث بذكره كما هو معلوم في مصطلح الحديث، مع أن الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين عند الحفاظ وغيره. الثاني: مالك الذي في إسنادي والذي هو عمدة الرواية مجهول، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه تعديلا ولا جرحا، فهو مجهول، والمجهول لا يقبل حديث. وابن كثير إنما صحح الإسناد على طريقته في توثيق مجاهيل كبار التابعين، وطبعا دي يعني خلاف الجمهور، وطبعا هنا لم يحصل الثقة بعدالة الراوي، بحيث ان احنا نقول ان هو تابعي كبير. ما في فتنة كانت في زمن التابعين، فضلا انه ساعات هنبقاش عارفين هو او كما هو الحال هنا، غير معروف حتى يعني انهم الكبار التابعين ام لا. قال: كما وابن كثير انما صحح الاسناد على طريقته في توثيق مجاهيل كبار التابعين، كما يعلم من تتبع صنيعه في التفسير وغيره. على ان احنا قلنا لو تجارينا وحملناه على الصحة هيبقى رد عليهم لا لهم. قال: وإذا كان مجهولا فلا علم لنا بتاريخ وفاته كمان، يبقى منين وحنقول هو من كبار التابعين، حتى على مذهب ابن كثير في توفيق كبار التابعين حتى المجهول الحال. الثالث: أن أبا صالح هو ذكوان الراوي عن مالك لا يعلم سماعه ولا إدراكه لمالك، إذ لم يتبين لنا وفاته تاريخ وفاة مالك، لا سيما وقد رواه بالعنعنة، فهو مظنة قطاع لا تدليس، يعني أسوأ يعني هنا. الرابع: أن تفرد مالك المجهول به رغم عظم الحادثة وشدة وقعها على الناس، إذ هم في كرب شديد، اسود معه لون عمر بن الخطاب، إن سببا يفك هذه الأزمة ويرشد إلى المخرج منها مما تتداعى همم الصغار فضلا عن الكبار لنقله وتناقله، كما في تناقلهم للمجاعة عام الرمادة، فإذ لم ينقلوه مع عظم سبب نقله، دل هذا على أن الأمر لم يكن كما رواه مالك، فلعله ظنه ظنا. Thank you.
تتمت يعني الكلام في هذا في هذه القصة. يقول ونقل المالكي قول الحافظ عن هذه الرواية. يقول روى ابن أبي أوفي في روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر فساق نحوا من حديث البيهقي. وقال صاحب ابن فهيم أيضا وقد أورد هذا الحديث ابن حجر العسقلاني وصحح سنده كما تقدم. وهو من هو في علمه وفضله ووزنه بين حفاظ الحديث مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل. يقول الشيخ صالح الشيخ أقول منزلة الحافظ لا مجال للمجادلة فيه، فهو عالم أشم في علوم الحديث، ولكن الشأن في فهم من ينتسب إلى العلم ولا يدرك ألفاظ الحافظ ومدلولاتها. فالحافظ الجهبذ ابن حجر لم يصحح إسناده مطلقا كما زعمه صاحب المفاهيم، وإنما قال بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار، من رواية بإسناد صحيح من رواية فلان، ده معناه أنه إيه؟ أنه أن سنده صحيح إلى فلان هذا. قل ومعنى هذا أن الحافظ صحح سنده إلى أبي صالح السمان، وما ذكره من رجال الإسناد لم يقل بصحته كما هو ظاهر لأهل العلم. ففرق بين قوله هذا أي بإسناد صحيح من رواية فلان، وبين من لو قال بإسناد صحيح وسكت. فتبين أن كلام الحافظ هذا لا يمنع من علتين سبق تعليل الحديث بهما، الأولى جهالة مالك الدار، الثانية مظنة الانقطاع بين أبي صالح ذكوان وبين مالك الدار. إذا تقرر هذا واتضح علم فضل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله على قول ابن كثير الذي سبق أنه هو قال هو صحيح لغاية الحتة دي، والحتة دي بقى فيها مشاكل الجهالة واحتمال الانقطاع كما تبين. يقول ثم قد أوضحت التأكيد على المعنى اللي دندن حوله كتير أنه لا حجة في لفظ، يعني على فرض صحته حيبقى حجة عليه، بل ينعكس به الاستدلال على صاحب المفاهيم، وذلك إذا على من احتج به على أن في حاجة اسمها توسل بالجاه أو بالذات، يعني اللي يتأمل القصة دي ولو سلمنا بصحتها حيخرج بنتيجة عكسية. يقول وذلك إذا سلمت النفوس وارتضت قواعد أهل العلم طريقا وسبيلا للوصول إلى الحق، ومن لم يكن كذلك فلا يباليه أهل العلم بالة ولا يأخذون بالوزن ما قاله. أيضا قال وقال صاحب المفاهيم وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قال ابن حجر إسناده صحيح انتهى. يبقى هنا عايز يقول لنا ان صاحب القصة اللي جاله المنام ده كان ايه؟ بلال بن الحارث المزني وصحابي، وان ابن حجر صح هذا. قل هذا كذب الظاهر على الحافظ ابن حجر، فكلامه انتهى عند قوله احد الصحابة. يبقى هو اسند الى رجل الى انه قال ان ده احد الصحابة، ده اللي عمله ابن حجر، لكن لم يقل إسناده صحيح كما ادعى المالكي عليه. يقول وكيف يصحح الحافظ إسنادا يرويه سيف في الفتوح، والحافظ هو الذي يقول في سيف في كتاب تقريب التهذيب ضعيف الحديث. يبقى ازاي هو مضعفه وبعدين بعد كده يذكر حديث؟ طبعا لما يبقى الراوي ضعيف وعنده كتاب من كتب الايه؟ من كتب الاصول اللي هي انه بيورد فيها الاحاديث بسندي، يبقى كل احاديث هذا الكتاب ضعيف. وارد يكون بعض المتون الوارده في الكتاب وارده باحاديث صحيح باسانيد صحيحه فتصحح، لكن بنقول الكتاب ده كده حديثيا كل الطرق اللي هو جايبها للمرويات اللي هو قايلها هيبقى بدايتها راوي ضعيف اللي هو المصنف نفسه. فاذا طالما ان هنتكلم بقى على روايه انفرض بها سيف هذا في انه هيقول لنا اسم صاحب الواقعه
ويخليه صحابي، مع ان الروايات الاخرى مخليها رجل مغمور، ولو صحابي لاهتم الاخرين بذكري، فضلا ان سلوكه واضح انه غير سلوك بقية الصحابة. ده انفرد بشيء، ده اذا كل ده على فرض صحة القصة. ويبقى لما يجي راوي ضعيف ينفرد بانه يعينه ويسميه، يبقى هنا الرجل ده كان مبهم، فهو يقوم يقول لنا لا انا عينت، وعينه كمان بايه؟ انه صحابي وليس، يبقى ده مما لا يقبل فيه. وطبعا هو حاول يهمنا ان الحافظ ابن حجر قبل تلك الرواية وصححها، وده غير صحيح، بل بيقول لنا الشيخ صالح انه هذا الكلام كذب. فالخلاصة ان هذه القصة التي احتجوا بها غير صحيحة، وبهذا يغنينا عن الكلام عليها. وعلى فرض صحتها، ده احنا نقول ده رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، يعني وهذا غير مشروع، ولكن يمكن ان هو مع ما في قلبه من شفقة على المسلمين، النتيجة انه اتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه اعرض عن، مش كأنه بالفعل اعرض عما طلب، وقال له لا روح لعمر رضي الله عنه هتلاقي، وقول له كلام معناه ان في حاجة، في امر انت مكلف به، لا او يعني تعلم انه يشرع الاخذ به في هذا الموقف وانت لم تأخذ به. عمر رضي الله عنه، اذا كملنا مع القصة على فرض صحتها، عمر دور في ذهنه كده ما لقاش، فقال لا يشوف الصحابة، فقالوا لا ده هو كده، إذا كان يبقى دي إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يعني أن تصلي صلاة الاستسقاء. ايضا بيذكر صاحب المفاهيم قال، ذكر الحافظ ابن كثير ان شعار المسلمين في موقعة اليمامة كان محمدا. يقول اقول ابن كثير رحمه الله ساق ذلك في ضمن خبر طويل عن الغزوة، دخل حديث بعض الاخباريين في بعض، واما هذا الشعار فقد روى خبره ابن جرير في تاريخ الامم والملوك، وقال كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الضحاك ابن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم، فذكر قصة وفيها الشعر. يقول الشيخ صالح أقول وهذا إسناد مظلم، وما عهدت مسائل العقيدة والتوحيد بل ولا غيرها من أحكام الشريعة تؤخذ من كتب التاريخ، وإنما تروى قصص التاريخ للعبرات والعظة والتصديق بمجموعها لا تفاصيلها. ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله ثلاثة ليس لها أصول، وذكر المغازي. يقول وإظلام هذا الإثنان بالثلاثة، يبقى احنا ممكن أو تسامح السلف في رواية المغازي وغيرها على طريقة الإخباريين، لكن فضلت في ايه؟ في كتب السير والمغازي، ما لقيناهاش في كتب احاديث الاحكام مثلا على سبيل المثال. لما يجي حد النهارده بقى عايز يستدل بيها، طبعا لو لقينا حاجه منها انها اتصل اسنادها بروايه العدل الضابطي عن مثله، وكان فيها ما يستفاد منه حكم شرعي ماشي، لكن انها تبقى تساهل بها العلماء من باب انها لا ينبني عليها عمل ولا يستنبط منها احكام، ويكون هو ده شرطهم عشان يسيبوا الناس يرون وقائع الـ كما يهوى كثير من الناس انه يبقى عارف التفاصيل
اللي ممكن يعني طبعا المحدثين كانوا دائما من أول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ثم الذي تكرس لدى علماء الحديث عندما تتلمذوا على يد من تتلمذ على يد تابع التابعين والتابعين والصحابة رضي الله عنهم، إن أنا يهمني في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي كل المواطن الأشياء التي يؤخذ منها أحكام شرعية، مش تسلسل القصة. بعد كده جبنا إسحاق وجمع لنا المغازي والأخبار من العجائز، ونشأ الباب ده من أبواب العلم، نشأ هكذا مبني على اللي الناس فاكراه. والعلماء قالوا خلاص لا بأس، يعني هذه حاجة بتشرئب إليها النفوس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوا ولا تكذبوا، من باب أولى ما يتداول من أخبار عن بين المسلمين، لكن يظل هذا لا نعتقده دينا ولا نأخذ منه إلزام أو أي حكم، سواء يعني كان طلب فعل أو طلب ترك أو حتى إثبات تخير في شيء، إلا عندما نثبت نسبته إلى دين الله تبارك وتعالى. فبيقول لنا والله المسألة إنه كان الشعار في الفتوح ومحمدا ده في الراوي سيف اللي اتكلمنا عليه قبل كده مصنف الفتوح والردة، وهو ضعيف. قال الذهبي ليس فيه ليس بشيء. قال أبو حاتم مكروه ما متروك. قال ابن حبان التهمة بالزندقة. قال ابن علي عامة حديثه منكر. وفي أيضا الضحاك ابن يربوع هو من المجهولين الذين تفرد سيف الرواية عنهم. العلة الثالثة جهالة يربوع هذا، ثم جهالة الرجل الصحيمي، وكل واحدة من هذه العلل والقوالع تضعف الحديث. فكيف وهو من رواية سيف بن عمر قد عرفت ما فيه، نسأل الله العافية. قال ولا يستنكر إيراد بن جرير لمثل هذه الحكايات الواهيات وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها. فقد قال ابن جرير رحمه الله في مقدمة كتابه تاريخ الأمم والملوك ما نصه فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فيعلم أنه لم يؤت ذلك في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يبقى هنا كانوا في الباب ده يؤدون ما بلغهم بناء على هناك طريقة في التعامل. كان كل أهل العلم يتعاملون مع هذه الكتب بهذه الطريقة. قريب جدا مما ذكرناه الكلام على حديث يقول الشيخ صلاح الشيخ استدل صاحب المفاهيم على زعمه بجواز التوسل بحق الصالحين بحديث أبي سعيد الخدري الذي ساقه في صفحة 65 و66، ولفظه من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. يقول الشيخ صالح على الشيخ المؤلف قصر في الحكم على الحديث والنظر في إسناده على عدده. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وابن السني في عمل اليوم والليل. وأشار ابن خزيمة في التوحيد إلى تخريج الحديث في كتاب آخر كلهم عن فضيل بن مرزوق عن عطية العفية عن أبي سعيد الخدري به مرفوع. وهذا الإسناد ضعيف للأمور. فضيل بن مرزوق قد ثقه بعضهم وضعفه آخرون، وهو ممن عيب على مسلم رحمه الله إخراج حديثه في الصحيح كما قال الحاكم رحمه الله تعالى. وأغلط ابن حبان فقال يروى عن عطية أو يروى عن عطية الموضوعات. فضيل بن مرزوق يروي عن عطية الموضوعات، وهو هنا عن عطية العفي. قال الذهبي في الميزان
تابعي شهير ولكن ضعيف. وقال أحمد ضعيف الحديث، وقال النسائي ضعيف. كما أن عطية مدلس مع ضعفي وتدليسه عجيب. قال أحمد بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكن بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد. وده من إيه؟ من أشنع أنواع التدليس اللي ممكن لا تكشف. يبقى هنا وقد أعلى الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الضعيفة بعلة أخرى، وهو اضطراب عطية وابن مرزوق في روايته، حيث أنه رواه طر مرفوعا كما تقدم، أخرى موقوفا على أبي سعيد كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مرزوق به موقوفا. وفي رواية البغوي من طريق الفضيل قال أحسبه وقد رفعه، وقال ابن أبي حاتم في العلل الموقوف أشبه انتهى، هو كلام متجه لهذه العلة، وإلا فهو أي العلل كتير لرد هذا الحديث. يقول وقد حسن إسناد الحديث الحافظ العراقي في تخريج الإحياء الصغير، وحسن الحديث الحافظ ابن حجر فقال في نتائج الأفكار حديث حسن، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد وأبو نعيم الأصبهاني. قال في كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل عن عطية قال حدثني أبي سعيد أبو سعيد فذكره ولكنه لم يرفعه، فقد أمن بذلك تدليس عطية. أنت أقول أفاد الحافظ هنا أن تحسينه للحديث لأجل انتفاء تدليس عطية، وفي هذا نظر من وجهين. الأول أن تدليس عطية ليس هو تدليس الإسناد المعروف حتى يؤمن بقول حدثني، لأن هو بيسمي شيخه بما لا يعرف أو بما يشتبه به شيخ ضعيف أو مجهول، فيكنيه بكنية شيخ مشهور. فيقول فعطية يقول حدثني أبو سعيد أو قال أبو سعيد، هو صادق في كلمة قال وحدثني، ولكن هنا القضية يعني به الكلبي كما أفاد الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أن الحافظ ذكر أن الرواية التي فيها حدثنا أبو سعيد موقوفة، فلما لم يعلها بالاضطراب وحقها ذلك؟ إذا علم هذا النظر فقد قال جماعة من الحفاظ بضعف الحديث، منهم الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب والنووي في الأذكار وشيخ الإسلام التيمية في مجموع الفتاوى والبصري الحافظ في زوائد ابن ماجه وغيرهم ممن أصاب الحق من تأمل ما ذكر متجردا منصفا علم أن قول هؤلاء الحفاظ الأكثرين هو الأصوب والله أعلم. طيب يبقى معانا، احنا قلنا ده هو ايه، انه ضعيف، ولكن حتى لو افترضنا صحته، يقول قال شيخ الإسلام على هذا الحديث في مجموع الفتاوى، وهذا الحديث من رواية عطية العفية عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه لا حج فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحق والله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوا الله في الغار بأعمالهم. يبقى إذن إذا تسأل بحق السائلين، هو الله شيء كتب الله على نفسه، فهو سؤال لله عز وجل بأسماء وصفاته، أو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه إحنا سألنا، الأمة سألت وتسأل الله تبارك وتعالى بحق دعائها واستغاثتها أن يجيبهم، فيكون من جنس الثلاثة الذين سألوه في الغار. يقول وقال شيخ الإسلام رحمه الله من قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح. إذا ذاك كان نوع من يعني إيه الاحتراز من يعني أو من الاستطراد في مسألة هل يجوز أن نقول أن المخلوق على الله حق، فقال من قال للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، حق أي متحقق الوقوع، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، هو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن السائل،
لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. وقال: وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير المخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقل ذلك بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلم. طيب، بدأ بقى المالكي يجيب لنا نماذج في التبرك بأثار الصالحين ويسميها توسلا، مع أنه التبرك بأثار الصالحين الراجح أيضا أنه لا يشرع، ولكن هو دايما بيحاول يجيب أي حاجة مشروعة، زي أن في أنواع توسل مشروعة، في أنواع تبرك مشروعة، أو يكون فيها خلاف. التبرك بأثار الصالحين، احنا الرأي يعني يشرع التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح انه لا يعد هذا للصالحين. بس هنا بقى المسألة عندي جزء متفق عليه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء في خلاف التبرك بأثار الصالحين. هو هيحب انه ياخد موضوع التوسل بالذات والجاه الى تلك المساحة، فيخلط بين التبرك والتوسل. في الأمثلة اللي جايبها بعد كده هي من نوع التبرك، وكل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى أن يضبط منفردا، وده نتناوله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.